انطلقت أعمال القافلة الطبية بوحدة الحمراوين الصحية التابعة لإدارة القصور الصحية جنوب البحر الأحمر، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، حيث قامت القافلة بتوقيع الكشف وصرف العلاج إلى 97 حالة بمختلف التخصصات الطبية، كما تم إجراء جميع الكشوفات والفحوصات وصرف العلاج بالمجان. هنا في قوافل طبية قسم المعمل بنقدم خدمات متنوعة للمواطنين كلها بالمجان. احنا بنقدم خدمات كشف مبكر عن الأنيميا، متابعة الأطفال، السكر أيضا. هنجحنا الفترة اللي فاتت تواجدنا مستمر في المناطق اللي احنا موجودين فيها النهاردة، إن احنا نحد من مضاعفات مرضى السكر وبالكشف والعلاج كله بالمجان. في أوضة الأسنان عندنا هنا بنقدم جميع الخدمات المتاحة بالمجان من كشف، علاج، حشو وتنظيف وخلع، وجاهزين لاستقبال حالات في أي وقت إن شاء الله. بتقوم المبادرة بتقديم خدمات مجانية لجموع الناس اللي منتظرة هنا في البلد، وكذلك بنقوم تقديم الأدوية والكشوفات والفحوصات وكل التحاليل وكل الأدوية برغم من ارتفاع سعرها بتقدم مجاناً، وأدوية يعني ذات قيمة وذات فعالية كبيرة. متشكرين جدا على الخدمات الحلوة دي بصراحة، وكل حاجة مجانا والدكاترة ممتازة والعلاج حلو جدا جدا.